الذات في علم النفس التحليلي هي نمط بدائي أو archetype. هاي الأنماط هي نماذج سلوكية فطرية. غالباً ما كان كارل يونغ يمثل الذات كدائرة أو مربع أو مندالة. يحدث تكوين الذات من خلال عملية تعرف باسم الفردانية، حيث يتم دمج الجوانب المختلفة للشخصية. بنهدي العائلة دقيقة قبل البدء. خلي عينيك مفتوحات بهذه المرحلة. اطلع على الصورة اللي أمامك وركز عليها، ولكن من منطقة العين الثالثة، أي النقطة اللي بين الحاجبين. اطلع على النقطة اللي بمركز الصورة. اجمع كل تركيزك من كل جسمك على العين الثالثة، واشعر بشعاع ضوء خارج من العين الثالثة متصل بالنقطة في مركز الصورة. تأمل لدقيقتين والعيون مفتوحة. وهلأ تخيل أن الصورة دخلت واخترقت العين الثالثة. سكر عينيك وتخيل الصورة صارت في داخل ذهنك. بعدها ركز في المركز اللي في الصورة الموجودة في ذهنك. تخيل إنك نقطة في مركز الصورة، وهلأ من المركز بدنا نبني مكعب بسبعة اتجاهات: الأمام أو الشمال، شرق، جنوب، غرب، أعلى، أسفل، ومركز المكعب. ومن هون بدنا نسأل أنفسنا بعض الأسئلة. من مركز المكعب تخيل أنه هناك حائط بلش يتشكل أمامك، هذا الحائط الشمالي. خذ وقتك لتترسخ الصورة في ذهنك.
في الشمال بنسأل أنفسنا هذا السؤال: مين أنا؟ لما نسأل سؤال مين أنا؟ مش عم نسأل من منظور الشخصية والهوية، اعتبره سؤال أبدي، أو عم نسأل هذا السؤال من عالم الروح حتى قبل ما تبدأ حياتنا الجسدية والبيولوجية. بنحاول نتواصل مع الجوهر الأساسي والمقدس، صورة ما هو إلهي في داخلنا. لما أبلش أتواصل مع من أنا، بيساعدني أرجع أبني إحساسي بقوتي ككينونة إلهية. من هذا المكان بنربط القناة مع مصدر القوة ونتواصل معها. حاول أشعر بهذا التواصل وهذا النور. شوف هذه القوة بتتدفق وعم بتشكل الباب الشمالي اللي قدامك ليشكل جزء من المكعب. لما تسأل سؤال من أنا، من الاحتمال يوصل جواب بشكل عفوي جاي من روحك. إذا وصلت الإجابة، حاول إنك تدونها أو تكررها بصوتك. لما نتواصل مع جوهر مين إحنا؟ بنجمع تركيزنا وبعدها على الحائط من جهة اليمين، وبنسمي هذا الحائط الشرقي. كمان مرة خد وقتك لتشكل هاي الصورة الذهنية. وبالشرق بنسأل أنفسنا: شو أنا؟ ماذا أنا؟ وهذا طبيعي، السؤال بيختلف عن مين أنا؟ هذا أكثر عن صفاتنا الفريدة، عن ميزاتنا وقدراتنا، وبأي طريقة قوتي بتعبر عن نفسها. اتذكر أنه كل هذا جاي من كينونتنا الأبدية، من روحنا، يعني مش محدودة ومقيدة من عالمنا المادي. ومرة تانية، لما توصلك إجابة دونها أو كررها بصوتك، اعلنها ولو بصوت عالي شوي. راقب الطاقة عم تترسخ لتشكل الجهة اليمين أو الباب الشرقي للمكعب. هلأ بنركز انتباهنا للحائط اللي خلفنا،
واللي هو الحائط الجنوبي. وهون بنسأل من أين أتيت؟ وهذا السؤال كمان من عالم الروح مش من العالم المادي. من وين أجيت ممكن تكون الأجوبة كتيرة وما إلها حدود. احصل على الإجابة وعبر عنها، اكتبها أو احكيها أو رددها. راقب الطاقة عم تتركز لتشكل الجهة الخلفية أو الباب الجنوبي للمكعب. وهلأ بنركز انتباهنا لجهة اليسار واللي هو الحائط الغربي للمكعب. الغرب هو عن المستقبل، بيحكي عن البدايات الجديدة، عن وعد الغد. في الغرب بنسأل وين أنا رايح؟ لوين المشوار؟ بإمكاننا نسأل عن المستقبل القريب، زي وين أنا عم بروح بالوقت الحالي، بس كمان بنقدر نسأله ما وراء هذه الحياة كلها، وين أنا رايح بهذه الرحلة الروحية الأبدية. الأجوبة ممكن تكون منوعة وكتيرة. حاول تحصل على جواب، ونفس الشيء احكي أو اكتبه أو ردده. وراقب الطاقة عم تتكتل لتشكل الحائط الغربي للمكعب. وهلأ بنتطلع للأعلى وفوق، يعني التواصل مع المصدر، وبنسأل شو هي أساسياتي الروحية، مين وشو هو اللي أنا أؤمن به، وقديش هذا التواصل قوي. كمان الأجوبة ممكن تكون بلا حدود. حاول تحصل على جواب، كرره، اكتبه أو احكيه. وهذا راح يساعد في تشكيل سقف المكعب. هلأ بننظر للأسفل وبنسأل شو هي أساساتي الجسدية هذه المرة، بمعنى شو هو المهم في حياتي، على شو حياتي المادية معتمدة. يمكن تسأل شو الأشياء اللي لازم أجيبها لحياتي المادية والجسدية. وأخيراً بنجمع تركيزنا لمركز المكعب، نرجع لأنفسنا في المركز، مركز وجودنا. وهون بنسأل شو هو المغزى من حياتي، شو هو هدفي في هذه الحياة، ولماذا أتيت إلى هذا العالم.
وفي المركز وين هو عمليا نقطة البداية، ولكن بالنهاية كل شيء يعود إلى المركز. بدينا بسؤال مين أنا من المركز، وبعدها بنبحث وبنستكشف حول جدران المكعب. من الأجوبة اللي حصلنا عليها من الجوانب والأعلى والأسفل، هاي كلها راح تقدر تساعدنا في ربط كل شيء مع بعض في المركز، لتكشف لنا المعنى والمغزى من حياتنا. بدنا نتواصل مع الجوهر، مع كينونتنا الأبدية، وليش اخترنا أن نأتي إلى هذه الحياة. احنا في هذا العالم المادي لنعبر عن روحنا بهذا اللباس اللي اسمه جسد. بنخلق مكعب الخلق هذا ليساعدنا ننقل الأجوبة لعالمنا وتتجلى مع معنى حقيقي ومغزى حقيقي وهدف أسمى. بننقل الطاقة من المصدر لإلنا ومن ثم إلى العالم الخارجي بنية واضحة واختيار واضح. إذا عرفنا نمارس ونتقن هذا البناء للمكعب مرة بعد مرة، من المؤكد رح يجلب لنا سعادة أعظم وسلام أعظم وتدفق أعظم للوفرة في حياتنا. وإذا لسبب ما قدرت تحصل على أجوبة خلال التأمل، ممكن تلاحظ إنها تجيك في وقت آخر أو خلال الحلم أو في خلال تأمل آخر، ولكن لابد من أن يكون هناك أجوبة عادة. نهاية التأمل.